بسم الله الرحمن الرحيم أركان الدولة الإسلامية. لا تختلف الدولة الإسلامية من حيث الأركان عن غيرها من الدول إلا أن الدولة الإسلامية تطبق أحكام الله عز وجل ونظامها هو نظام إسلامي يقوم على الكتاب وعلى السنة. وأركان الدولة الإسلامية أربعة أركان. الركن الأول هو الحكم بما انزل الله عز وجل، وهذا هو الذي يميزها عن غيرها. الركن الثاني الرعية أو الشعب، والركن الثالث الإقليم أو المكان أو الدار. الركن الرابع ولي الأمر. وسنتحدث بإذن الله عز وجل عن هذه الأركان بشيء من التفصيل تباعا. فنبدأ بالركن الأول وهو الحكم بما انزل الله عز وجل. هذا هو الركن المميز للدولة الإسلامية عن غيرها من الدول. وهذا الركن وهو الحكم بما أنزل الله تناوله القرآن الكريم في جانبين. الجانب الأول هو الأمر بالحكم بما أنزل الله عز وجل، فقد أمر الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم السلام من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما أنزل الله. يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا فهذا أمر للنبيون أن يحكموا بما أنزل الله عز وجل في التوراة وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فاحكم بينهم بما أنزل الله أمره وخاطبه أن يحكم بين الناس بما أنزل الله فقال فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق هذا الجانب الاول الجانب الثاني الانكار على من لم يحكم بما انزل الله عز وجل قال الله عز وجل افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يؤمنون يعني أنكر عليهم أن يتحكمون إلى الجاهلية والقوانين الوضعية وإلى عقليات الناس وأهوائهم ويتركون حكم الله عز وجل ومن أحسن من الله حكماً لقوم يؤقنون وأيضا قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهذا فيه تشديد على من لم يحكم بما أنزل الله وقوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقوله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فهذه الآيات تدل على الإنكار الشديد على من لم يحكم بما أنزل الله عز وجل. وهنا سؤال: ما حكم المسلم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ والمراد هنا بالمسلم هو الوالي أو الحاكم أو الرئيس أو الملك الذي لا يحكم بما أنزل الله عز وجل في كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون جاحدا للحكم بما أنزل الله ويستحل محارم الله عز وجل فهو جاحد بحكم الله وحكم رسوله ويستحل المحارم التي حرمها الله وحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا والعياذ بالله كفر وتنطبق في حقه قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهنا لم يحكم بما أنزل الله جاحدا للحكم بما انزل الله ومستحل المحارم فهو بهذا الفعل كافر. الحاله الثانيه انه لا يجحد الحكم بما انزل الله ولا يستحل المحارم ويعلم ان حكم الله هو الاصلح والافضل ولكنه يحكم بغير ما انزل الله تبعا لهوى في نفسه او متابعه للغير فهذا يعتبر ظلم وفسق وتنطبق عليه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. وأيضا تنطبق عليه قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله جاهلاً فحكمه حكم المخطئ ويُعلم حتى يعرف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال ما رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وابن باز رحمه الله في من يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أكمل من حكمه. قالوا هذا كفر. من اعتقد وجزم أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم النبي أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا كفر. ويدخل في ذلك من اعتقد أن الأنظمة والقوانين الوضعية التي تخالف شرع الله عز وجل أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز التحاكم إليها وترك الشريعة حتى ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل وكذا من اعتقد أن نظام الإسلام لا يصلح لهذا الزمان أو يحكم به في جزء ويترك جزء كمن يحكم به في الـ الـ الشؤون الاسريه او في ما يخص الانكحه ونحو ذلك ويمنع تطبيقه في الحدود والقصاص فان ذلك يكون كله من استباحه ما حرم الله وكل من استباح ما حرم الله وهو معلوم من الدين بالضروره ففعله كفر باجماع المسلمين. هذا ما ذكره أو ما, آآ ما آآ برز أو ظهر من رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن باز رحمهم الله تعالى هذا والله أعلم وأحكم